أهلا بكم مشاهدينا، طبعا مكملين معكم بمتابعة يومية لما يحصل في قطاع غزة وأيضا عند الحدود الجنوبية اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. 25 يوما على عملية طوفان الأقصى، والآلة الحربية الإسرائيلية مستمرة في قتل الفلسطينيين، في قتل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. عدد الشهداء يعني أصبح يعني عدد كبير جدا، اقترب من 10,000، بينهم أكثر يعني نحو 90% من النساء، من الأطفال، من المدنيين، وهي مستمرة في حربها، في يعني في القتل، في الدمار، في يعني تدميرها للأبراج السكنية، للمنازل، سواء في قطاع غزة وحتى يعني طاولت اعتداءاتها وقتلها للفلسطينيين في الضفة الغربية. كذلك الأمر مع لبنان، اشتدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، ويعني تعدت منطقة قواعد الاشتباك. للحديث عن كل هذه التطورات سواء في قطاع غزة، في الضفة، في عند الحدود الجنوبية، المعاناة الإنسانية لأهالي غزة، نطلع عليها من رئيس مؤسسة عامل دكتور كامل مهنا. أهلا وسهلا فيك دكتور كامل. يعني مثل ما ذكرت 25 يوم على عملية طوفان الأقصى، وإسرائيل ما زالت مستمرة في قتلها، في تدميرها، لم ترتدع، يعني حتى لو هدنة قصيرة، لو وقت قصير لوقف إطلاق النار، لا تقبل به لا هي ولا حلفائها الغربيين. يعني بداية بحب هيك حيي الإيجابيات الفلسطينية ب 27 الأول، لأول مرة منذ نكبة فلسطين بيكون في عملية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم. وبتكون يعني ناجحة بكل الأوجه اللي صارت فيها، وهيدي بعتقد نحن عم نعيش بداية تاريخ جديد بيشبه ما حصل سنة 67 ولكن بالاتجاه المعاكس. بالاتجاه الإيجابي. وهذا الشيء يبنى عليه. هلا ردة الفعل اللي شفنا فيها يعني الصدمة الكبيرة لدولة أنشئت كشرطي للغرب بالمنطقة، واللي هي بتعتبر الجيش الذي لا يقهر. نعم. والجيش الرابع بالعالم، لما نشافوا النتائج اللي حصلت بهالهجوم اللي صار عندهم صدمة كبيرة، انه الوكيل تبعهم ما عاد صار بده حماية بدل ما هو يكون عم يأمن لهم مصالحهم بالمنطقة، وصار يعني حبوا لنجدة التهيان، بعثوا الأساطيل للسفن والبوارج. شفنا يعني ازدواجية المعايير، ان كان بالنسبة لأهلنا بفلسطين او اي بلد عربي، او لما بيكون في حدا من اسرائيل يصاب، او بين اوكرانيا وشو عم يصير هلا، كيف الغرب حكى عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وشو يعني، والعقوبات اللي كل يوم مستمرة على روسيا، ما خلوا ولا شو اسمه، بينما حتى الآن كل الكلام اللي عم يصير إنه دعم عملية الإبادة الجماعية، هذا اللي عم يصير بغزة. يعني مش عارف إذا صار في شبيه له بالتاريخ. صحيح. يعني يهز كل الضمائر الحية بالعالم كلها، ما في ولا قاعدة إنسانية بالعالم إلا ما عم ينتهكوها. ضرب المستشفيات هيدا شيء محرم بكل الحروب، استعمال أسلحة ممنوعة منها محرم دوليا أيضا، ضرب المساجد، الكنائس المدنية بكل الأماكن، ومثل ما تفضلت المنازل، الشقق السكنية، الأبراج هي من الأطفال والنساء. نعم. صار يعني حتى الآن العدد ذكرتي حضرتي يقارب 10,000 شهيد. في عندك هلأ بغزة 55,000 مرة حامل، 5,000 منهم بحالة يعني استعداد للإجهاض، ما في أماكن يتعالجوا فيها، 25 مستشفى توقفوا عن العمل، 32 مركز صحي توقفوا عن العمل، وعملوا عملية يعني تنقل إجباري من الشمال إلى الجنوب تيفروا هذه المنطقة، وبنفس الوقت ضربوا قصفوا الناس وقتلوا شيء 1,750 واحد، وهم ينتقلون إلى الجنوب. إيه. وحولوا يعني إذا بدك غزة من سجن، لصاروا 16 سنة منطقة مقفلة
كل وسائل العيش فيها صعبة جدا جدا إلى عملية إبادة جماعية. نحن يعني بنحيي أكيد المواجهة اللي عم تصير لهذا العدوان اليومي بكل الأسلحة، الجزء منها مثل ما قلنا ممنوع استعماله، ولكن في مواجهة لهالعدوان هيدا، وخاصة بدأ العدوان البري امبارح أول امبارح وفي مواجهة له. أكيد نحن كمؤسسات إنسانية وعامل وتجمع الهيئات الأهلية نحن أخذنا موقف وعملنا تحرك أيضا وعملنا اعتصام قدام الإسكوا وسلمنا رسالة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لأمين عام للأمم المتحدة، طلبنا فيها بإيقاف الحرب بسرعة، خاصة عم يمنعوا عنهم المواد الغذائية والوقود والمياه، بعضهم يعني يعيشوا تحت حصار كامل. دكتور هيدا يعني هلا كيف بعد فيهم يصمدوا وان كانت يعني حماس حتى هذه اللحظة هي المنتصرة يعني عسكريا، يعني اسرائيل لم تحقق شيئا في الميدان، انما كيف يمكن بعد يعني اهالي غزة ان يصمدوا اكثر في ظل هيدا الدمار لهائل، هيدي الابادة الجماعية؟ يعني الفلسطينيون اليوم في العراء، يعني حتى لجأوا إلى المستشفيات للاحتماء وأتت يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية في شيء وقصفتهم. يعني لازم نلفت النظر له، عادة بالحروب المدنية بيتركوا، وهذا شيء إنساني منه شيء بكل شعوب العالم. نعم. في مشروع وهذا بكتابه نتنياهو كاتبه وما بيحكي أبدا عن دولة فلسطينية، في عملية ترانسفير لأهل سيناء اللي كان مطروح حتى أيام الرئيس مبارك على أهل غزة على سيناء وأهل الضفة الغربية على الأردن وهو فلسطين بالأردن، وما في أي محل ففي هذا المشروع انطرح ولا يزال مطروح. أهل غزة رافضين المغادرة، قال ما بنا نكبة جديدة، متعلقين بأردن وحتى لو الثمن هو الحياة. فيعني هذا وحتى قديش هلا مثلا عائلات بالكامل عم تتم إبادتها، ما في حدا قام حكى كلمه مثلا ضد المقاومه، وما في حدا طلب يفل من المكان. شوفي هيدا الشعب العظيم. صحيح. اللي قادر بهي الطاقات المحدوده المتواضعه، شو يعني غزه اللي فيها 360 كيلومتر بطول 41 كيلومتر وعرض 9 كيلومتر، اللي حطوا فيها كل انواع الاسلحه، 100 طياره فانتوم عم يضربوا بنفس الوقت، كل الاسلحه المتطوره في العالم استعملت اليوم في غزة. شوفي ما في شك الحقيقه، الا الواحد يعني ما في شك بيقف الى جنب اهلنا والشهداء والجرحى اللي مش عم يلاقوا علاج لهم، عم حتى عمليه التخدير ما عاد في تخدير، عملوا العمليات بدون تخدير، ما في بانج عندهم، ولكن هيدا فعلا شعب الجبارين هذا. نعم. شعب جبار بالفعل اللي عم يوقف، ونحن يعني بنعتقد والتحرك اللي عم يصير، وانا عم تابع موقف الحكومات بالغرب، موقف غير جيد في ازدواجيه المعايير. طبعا. بدا هلا لانه الشارع عندهم عم يتحرك، بدا شوي يحكوا عن اهل غزه. دكتور كامل رح نحكي عن هيدي المواقف الغربيه وحتى المواقف العربيه والاسلاميه، ورح نحكي بالتفصيل ايضا عن عمليه الترانسفير، انما خلينا ننتقل الى ساحه النجمي والزميل لؤي فلحه. لؤي كان المشتركه في المجلس، لو سمحت لؤي، يعني بالنسبه لجلسه اللجان التي تجتمع اليوم، يعني هل رشح شيء عنها؟ نعم نعم سهى، اللجان المشتركة تعقد جلسة في المجلس النيابي لمناقشة خطة الطوارئ التي قدمتها الحكومة لمواجهة تداعيات العدوان وتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الواسع بمشاركة عدد كبير من النواب والوزراء. هذه الخطة التي قدمتها الحكومة والتي تحديدا لجنة إدارة الكوارث تتضمن عددا كبيرا من البنود، لكن البند الأبرز بطبيعة الحال هو بند الإيواء، حيث من أجل تأمين مراكز الإيواء للبنانيين الذين سينزحون إلى مناطق أكثر أمنا. الخطة تفترض وجود 1,000,000 نازح لبناني سينتقلون إلى أماكن آمنة نسبيا، وتعمل الخطة على تأمين مراكز إيوائهم وإغاثتهم
إضافة إلى تأمين لهم المستلزمات الأساسية من الغذاء والأساسيات اليومية لهم. إضافة الخطة الحكومة تتناول أيضا خطة الطوارئ الطبية التي من أجل تعزيز المستشفيات والأدوية والمواد الطبية المطلوبة، وخصوصا أننا نرى اليوم ما يحدث في قطاع غزة، حيث تعاني المستشفيات الفلسطينية من افتقار شديد للمواد الطبية والأدوية نتيجة الحصار الإسرائيلي. فبالتالي فإن خطة الحكومة، خطة الطوارئ، تتناول أيضا تعزيز الواقع الطبي وتعزيز المستشفيات بكل ما تحتاجه لمواجهة هذا العدوان، إضافة إلى مسألة الأمن الغذائي وتأمينه في ظل أي عدوان إسرائيلي محتمل. إذن هذه الجلسة تعقد اليوم بحضور عدد كبير من النواب والوزراء، وتهدف هذه الخطة بحسب القيمين عليها إلى حماية اللبنانيين في ظل العدوان الإسرائيلي المحتمل، وتأمين حاجاتهم الأساسية وإيوائهم. سهى، اسمح لي بعيدا عن الجلسة التي تعقد اليوم إزاء خطة الطوارئ، عقد نواب كتلة القوات اللبنانية مؤتمرا صحفيا قدموا فيه اقتراح قانون من أجل تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة عام واحد. هذا الاقتراح القانون كان مفاجئا على اعتبار أن القوات اللبنانية لطالما كانت ترفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، لكنها اعتبرت أن المسألة ضرورية جدا ومرتبطة بالأمن القومي، لذلك فإنها عمدت إلى تقديم هذا الاقتراح ودعت إلى جلسة من أجل إقرار هذا البند. هذه هي الأجواء من المجلس النيابي، سنكون معكم في تقرير مفصل إزاء الجلسة المخصصة لخطة الطوارئ التي تقدمها الحكومة وكل ما جاء فيها. الآن عودة إليك سوا. شكرا لك لؤي يعني على كل هذه المعلومات. دكتور كامل، يبدو أن لبنان يتحضر، يعني اللجان النيابية المشتركة اجتمعت اليوم في ساحة النجمي للبحث في خطة الطوارئ. وإن كنا يعني بتحب نحكي هلأ بهذا الموضوع أم نكمل النقطة اللي كنا عم نحكي عنها بالنسبة لعملية الترانسفير؟ نرجع لعملية الترانسفير. إسرائيل يعني وجدت اليوم الفرصة مناسبة، يعني هذه الحرب، هذه العملية لكي تهجر الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر في مصر، ومثل ما ذكرت بالنسبة لفلسطيني الضفة إلى الأردن، وجدت لحظة مناسبة للقيام بتنفيذ هذه المخطط، يعني اللي طبعا إسرائيل عندها منذ زمن، يعني منذ التاريخ عندها هذه الخطط لتهجير ليس فقط الفلسطينيين، طبعا يعني الدور جاي على باقي الدول العربية. شوفي، هو يعني هني حاطين خطط، هني حاطين سيناريو بيشبه السيناريو 82 اللي صار بلبنان. نعم. هلا بالنسبه لهلا العمليه اللي مستمره، لانه بالاخر تهجير حماس من باخر شيء من 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 غزه، والبعض حتى عم يطرح لبنان يجوا على لبنان وشو اسمه. انا بعتقد يعني دائما بيوضع خطط، بس مش كل الخطه بتنعمل هي بتنجح يعني ويبدو في استعداد لمواجهه هيدي، مع انه الأعداد اللي عم تعتدي على غزة كتير كبيرة، وكمان عم يكون في معها أسلحة يعني زودتهم أمريكا بأحدث أنواع الأسلحة. صحيح. يعني قوة السلاح اللي عم يستعمل هلأ بغزة 4 مرات قوته عن السلاح اللي استعمل بلبنان سنة 2006 بما فيها القنابل اللي بتخترق الأرض لتدمير الأنفاق، يستعملوا الغازات السامة اللي ممكن يستعملوا الأعصاب، يعني بعد أنه اسمه مطروحة كل شيء عندهم، يعني دعم كل الدول الأساطيل اجت على المنطقة، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، كلهم حشدوا هون بالمنطقة. بس أنا بعتقد يعني في تاريخ جديد عم ينكتب، في تاريخ جديد عم ينكتب، وفي يمكن عالم جديد كمان بده ينبنى، وهذا عم ينربط حتى بالساحات اللي عم يصير بأوكرانيا واللي ممكن تايوان، وشفنا كيف الصين وروسيا فاتوا على الخط، واكثر مرات بيكون كله هلا رح يتغير يعني بعد هيدي العمليه ممكن يكون في يعني. بس انا بعتقد يعني نحن ببدايه تاريخ جديد هلا، وحينطرح اكثر حل للشعب الفلسطيني، والبعض عم يطرح الاتفاقيات اللي صارت بالامم المتحده، لانه هني باسرائيل حتى لو عم يطرحوا حل مش معروف شو مضمون الحل. في صديق لإلي رجف دبريل المعروف اللي كان مع شي جيفارا الفيلسوف الكبير ورايح معي على جنوب شي 3 مرات، قال لي كنت بغزة في خريطة عمليتها أوتشا منظمة الطوارئ بالأمم المتحدة، حاطين
بعد اتفاق أوسلو حاطين هيك مسمار على كل مستوطنة موجودة بالضفة الغربية، بيقول لي الفلسطينية ما عاد فين يشوفوها، ما عادش في محل للدولة. فحتى لو عم يحكوا عن حلول هلا شو مضمون حل الدولتين؟ افترضنا عم يحكوا هلا عن هذا هذا هو يعني نحن اكيد مع دولة واحدة لفلسطين وحق العودة. فبس افترضنا هلا بس هذا انا بتوقع العملية يمكن تكون طويلة شوي. نعم. هلا موجودة الرأي العام بدأ بالغرب يتحرك، الشعوب عم تتحرك وعم تتضامن بالدول العربية والإسلامية تفضلتي مش بالمستوى المطلوب، بس لازم يكون أكثر، الحكومات لازم يكون موقفها أقوى بالنسبة لفلسطين، لازم فتح المعبر بكل الوسائل الضغط معبر اللي ممكنة، لأنه غزة كل يوم بدها 500 شاحنة طبعا، يعني بعتوا لها 10 شاحنات و20 شاحنة، هلا لأنهم عم يضغطوا إنه هدنة إنسانية وبدنا ياخذوا مواد غذائية، بس مش حيبعثوا فيول المواد لأنه هذا الفيول بيستعملوه من شان الشحن وحماس تشدد على مسألة الفيول. دكتور كامل يعني للأسف كمان بدي يعني نضطر نوقفك مرة تانية، إنما مضطرين كمان إنه ننتقل إلى الزميلة زينب ياسين في جنوب لبنان. زينب يعطيك العافية زينب. نعم. أين أنت تحديدا اليوم، وهل ما زالت يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على لبنان على المناطق اللبنانية في اليوم 25 على عملية طوفان الأقصى؟ يعني سهى نحن بداية أمام مستعمرة المطلة تحديدا في بلدة كفر كلا، يعني خلفي تماما المستعمرة التي كانت بالأمس عرضة لصواريخ المقاومة حيث استهدفتها المقاومة بالأسلحة والصواريخ الموجهة، ولكن يشهد القطاع الشرقي اليوم سهى هدوءا حذرا، خاصة وأنه تشهد اليوم بلدة كفر كلا تشييع أحد الشهداء الذين سقطوا على طريق القدس، وهو الشهيد محمد نجيب حلاوي الذي استشهد قبل يومين تقريبا. طيران العدو الإسرائيلي شن بالأمس يعني ليل أمس قرابة منتصف الليل سلسلة غارات على الجنوب بين بلدات ياطر زبقين، أطراف بلدات طير حرفة، رامية، الضهيرة، وحتى أيضا يعني برعشيت. برعشيت لا تعتبر بلدة حدودية، إنما يعني خارج نطاق حدود الاشتباك إذا صح التعبير. اليوم أيضا جدد العدو الإسرائيلي استهدافه للقطاع الغربي، حيث طال أطراف بلدة رامية بقذائف مدفعية وفوسفورية، ما أدى إلى إعادة اشتعال النيران مرة أخرى في أحراش المنطقة. وقبل قرابة النصف ساعة تقريبا سهى قام الجيش اللبناني بتفجير قذائف من مخلفات العدو التي كان استهدف بها مناطق المجيدية وحلتا ورشايا الفخار والميري بالأيام الماضية. كان هناك بعض القذائف التي لم تنفجر من مخلفات العدو الإسرائيلي، قام الجيش اللبناني عمل على تفجيرها وتفكيكها. كما قلت الأجواء هنا هادئة هدوءا حذرا، مع يعني تسيير مستمر لطائرات الاستطلاع، وأحيانا يخرق سماء المنطقة الطيران الحربي. هذه كانت الأجواء هنا سهى، عودي لعندك. نعم شكرا لك زينب، طبعا نكون معك فور أي جديد. دكتور كامل كمان رح نحكي عن الوضع الحدودي مع لبنان، إنما كنا عم نستعرض أيضا المواقف يعني بالنسبة لمواقف الدول الغربية مما يحصل، يعني واضح يعني ازدواجية المعايير، يعني ما بعرف ما عم بيشوفوا شو عم بيصير، هيدا الإبادة، قتل الأطفال، النساء، يعني هيدا التدمير، يعني قطاع غزة مدمر أو غزة تحديدا يعني مدمرة، موقف متحيز يعني 100%. نفس يعني هذا عملية إبادة جماعية تحصل، وهذا ممنوع حسب امبارح يعني مثل المسؤول إنروا فيليب لازاريني اللي كان هون بلبنان مسؤول الشؤون الإنسانية وصديق يعني يعني كان عم يصرخ وقفوا الإبادة. نفس الشيء مثل اليونيسيف ومثل حقوق الإنسان، يعني في الناس يعني عندهم شوية استقامة أخلاقية حتى من أي بلد بالعالم، ما بيقبلوا يعني الأطفال كيف عمل، يعني نحن عم نشوف التلفزيون عم نصير نبكي كيف عمل، يعني هذا جريمة بحق الإنسانية اللي عم تتم، ما بيقبلها أي إنسان عنده ضمير يعني
وأنا بعتقد يعني المستقبل حيكون أكثر فأكثر، الشعوب حتكون أكثر مع قضية فلسطين يعني، وهذا شيء إيجابي يبنى عليه. وأكيد كمان هذه بداية طريق مثل ما قلنا بالبداية مداخلتنا، إنه بداية تاريخ جديد نحو يعني حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال. العملية هلأ يعني ما معروف، أنا بعتقد بتاخد وقت بعد، لأنه نتنياهو بده يخلص من السجن، بحاجة ليطلع محاصر. ليطلع شيء يعني إنجاز. صح هو يعني حاصروا لقطاع غزة، إنما هو فعلا المحاصر هو نتنياهو، بده يعمل أي إنجاز. فمع فتح كل الجبهات إن كان بغزة أو بلبنان أو حتى ضد إيران، وبده يدخل الأمريكان والأطراف الأخرى بالعملية مشان ينقض شخصه، بس بجميع الحالات أنا برأيي رايح هو على المحاكم. وبإسرائيل دائما وقت الحروب بيكون في حكومة وحدة وطنية الكل بيشارك فيها، أول شيء في ثلاث أطراف رفضوا يشاركوا فيها ورأسهم لبيد، ثاني شيء في خلافات بداخلها زي ما عم تقولي، وثالث شيء عم يقوموا طالبوا باستقالة نتنياهو، خاصة عائلات اللي موجودين بالأسرة موجودين عند حماس، عم يطالبوا باستقالته. وهذا أول مرة بتصير إنه بوقت الحرب بيكون في وحدة جبهة داخلية، وبيكون في هذا الانتقاد للقيادة السياسية والعسكرية والخلافات. وشفنا هو كيف اتهم يعني رئيس الأركان وقائد الجيش وزير الدفاع إنه هني المقصرين، ورجع اعتذر يعني فيعني هذا في شخصه بده يحاول ينقذ شخصه، لكن عم بيصب يعني جام غضبه على المدنيين العزل الأبرياء الأطفال. هو أساسا بكتاب اللي كاتبه بيقول بعد 30 سنة ما في دولة فلسطينية، هو من زمان ما مطروح عنده موضوع وجود أي دولة، ولا يعني ترانسفير مش معترفين إنه، ولا عم يعملوه بالضفة كمان يعني 392 شهيد صار منذ بداية 25 يوم، وكف الانتهاكات اللي عم تصير كمان لكل الأوانين اللي عم تحصل. بس يعني نحن يعني قدرنا إنه نكون بهالوضعية هاي، وقدرنا يعني إنه نواجه في شيء صار ارتكبوا الغرب بحق فئة، عطوا صلحوا الخطأ طبعاً على حساب شعب آخر والشعب الفلسطيني. هذا ما بيصير، وكل الناس عم تحكيها هيدي. وأنا بعتقد يعني النتائج مش عارف قديش بها تدوم، بس حتكون يعني مثل ما قلنا خلص بدأنا بمرحلة جديدة مختلفة تماماً عن السابقة. دعت دكتور كامل إلى فتح معبر رفح يعني على مصراعيه لدخول يعني الشاحنات المحملة بالمساعدات، لأنه إسرائيل لا تسمح إلا يعني وكأنه بالإطارة يعني تسمح بدخول القليل القليل جدا من المساعدات. كيف يمكن مساعدة الشعب الفلسطيني اليوم المحاصر يعني من خلال يعني أماكن أخرى، طالما إسرائيل هالقد يعني مضيقة ومتشددة بهذا الحصار على فلسطين؟ لا، وضع كتير صعب. وشوفي قبل العدوان أنا كنت شوف أصدقاء فلسطينيين بمؤتمرات مشتركة نكون معي، هالقد الوضع صعب. حتى كان يقول لي أحد الزملاء يعني طبيب إنه الناس بتحب تروح تعمل عملية تستشهد كثر ما الوضع المعيشي صعب يعني. المياه 90% ملوثة، ما عندهم الوسائل العيش الكريم الطبيعية اللي موجودة عند العالم، عملية حصار، تنقل معابر مفتوحة مسكرة، وصار في يعني اعتداءات عليهم 2008 و2014 و2018 و2021، وكل مرة بيكون في يعني شهداء وجرحى ودمار، وكل وقت يعني. وهني هاو أهل غزة، هني أساسا هني هاو من أهالي 48 وأهالي الضفة وأهالي الإدس يعني. نعم. هاو مهجرين كذا مرة من مناطقهم أصلا يعني مهجرين. لذلك يعني هيك سمعت أحد الإخوان بغزة بيقول ما بدنا نكبة جديدة، شو بده يصير هون خلي يصير، ونحن حنبقى هون بهاي الأرض. وهذا يعني الواحد من ناحية بيتألم على الياباس الضمائر الموجودة بالعالم تجاه هذه المجزرة اليومية اللي عم تحصل، بس بالمقارنة هالإكبار لأهلنا بغزة بهالقدرة على التحمل والتضحيات. الناس عم يكونوا قاعدين ببيوتهم بيقتلون كلهم بالبيوت، ما فيش أبدا يعني بتكون أماكن. تصور 60 واحد 60 واحد من الأنوروا لأنوروا 60 واحد استشهد، 60 واحد من الأنوروا اللي مفترض هيدي أماكن. نعم. أطباء مسعفين، سيارات إسعاف، مشافي، مراكز صحية وطبية خارج كل. وشوفي يعني إنه بس واحد هيك يتخيل
لو معمول بالاتجاه الآخر قديش كيف كان العالم كله بضمير. وهون حكيت أنا يعني للأسف العالم الدول الغربية تقف مع الظالم يعني، والمظلوم حتى ما عم يقدر يوصل الفكرة الصحيحة. مشان هيك أنا عندي شعار الحقيقة دائما وطبقه بشغلي بعامل وبكل علاقاتي مع الهيئات الدولية كلها، يجب أن نكون أقوياء. أول شيء يجب أن نكون أقوياء قبل ما نحكي لرأي عام، ولا يجب أول شيء أن تكون قويا، لأنه للأسف ولا مرة يعني الشيء معيب أنه ما كان ولا مرة القوة للحق، هي الحق للقوة، ويجب نحن أن نكون أقوياء. وهذا الطريق برأيي في بدايات جديدة لوصول الحقوق المشروعة إن شاء الله لأهلنا بغزة وبالدول العربية كلها، لأنه كمان الواحد المشاريع اللي كان عم يفتخر فيها نتنياهو أنه عمل تطبيع مع الدول العربية ومعش فيه قضية فلسطينية، تبين كله أنه هذه أوهام وفلسطين هي أتت هذه العملية قضية اللي تنسف وأعدى القضية بالتاريخ. وإذا بنحكي بالإنسانية قبل ما نحكي سياسي، هي عنوان الإنسانية، والمش مع فلسطين هذا ما له علاقة بالإنسانية. صحيح 100% دكتور كامل. يعني بتعتقد بعد إسرائيل بعد كل شيء عملته ممكن بعد أنها تقدم على عملية البرية اللي عم دايما تهدد فيها، ويبدو أنها تخشى هذه العملية؟ بضل تحاول، لأنه عملك بحاجة هني ليقولوا عملنا شيء. فهلأ الخطوات أنه صاروا عاملين مرحلتين بالدخول البري، هودي دخول البري عم يعملوا تيست، عم نشوف ردة الفعل وعم نشوف كيف حترد حماس. حماس مثلا فاتوا بارح بمنطقة فارغة، منطقة فارغة عادة ما بكون إلى حشد كتير وما فيها كتير مدنية، عادة اللي مش منتبه عسكريا بيقوم دغري بيعطي كل، لا حماس ما ردت بهذه الطريقة، من بعيد ضربتهم وما طلعت قوتها بشيء بيعملوا يعني التلاحم يعني بيعملوا مثل تشوفوا شو كيف ردة فعل اللي عم يهاجموه. نعم. ماشيين فيها بس عمل لنا خطة، وحتى قصة الغاز عم يقولوا في غاز عاملين يبدو 80 متر تحت الأرض، على حتى في كلام إنه في أنفاق تحت فلسطين المحتلة. يعني فيعني محضرين له، في كلام إنه محضرين له يعني مهما بلغت قوة القذائف سواء الأمريكية وحتى الغاز يقال حاطين صخور إنه بتقدر تواجه الانتدادات انتشار الغاز. يعني نحن ما في شك مع الحقوق وحق أهلنا بفلسطين، وهذا العدوان كله هذا يدان، هذا العدوان، ولازم كل الأنظمة العربية أول شيء توقف وقفة أقوى بكتير. والشعوب العربية ما شفت يعني وصفت منذ قليل المواقف العربية بالخجولة، يعني مفروض يكون غير موقف كليا. هيدي شوف ما هي عم يروضوها للشعوب، هلأ رجعت في استنهاض تاخذ شوية وقت. هلأ الشعوب مستنهضة هلأ يعني إنما الحكام لا لا هلأ حتى يعني عودون على القبول. هلأ ما أنا برأيي خاصة اللي عم يصير هيدا بيستفز، كلنا عم نستفز لما عم نشوف هالجرائم عم ترتكب يوميا. وانا بعتقد يعني هيدي صار في عدة اماكن عم تواجه باكثر من محل، وهذا الطريق جديد هو طريق الحق، طريق الحقوق، انه كل شعب له حق بالحرية والاستقلال، وهذا الشعب الوحيد بالعالم اللي ما عنده دولة فلسطينية. ما بيصير هيدي، ما في حدا بيكون بعد هالعملية دكتور كمان تعتقد رح يصير عندهم دولتهم الفلسطينيين؟ هلأ عم كتير عم ينحكى هلأ يعني بالخطوات يعني إسرائيل ستمنحهم هيدي الدولة بعد هيدي العملية. هني مطروحين يعني هلأ بالنتائج، إنه أول شيء موضوع الأسرة مطلوب تحريرهم. نعم. تاني شيء موضوع القدس احتراما. تالت شيء موضوع السلطة الفلسطينية يصير في مشاركة لكل الأطراف. ورابع نقطة هي مناقشة الجانب السياسي، الجانب السياسي اللي هي خطوة للمستقبل. وعم نسمع كتير يعني كلام هلا بكل الأماكن، يعني كمان إنه هو صديقنا أمين عام المتحدة كمان بلبنان يشتغل للآخر ما قدر يقبل وقام يعني صرخته. نعم. فشوفي كيف ردة الفعل. طيب قديش يعني في هيك نوع إمعان في الإصرار على الـ يعني الغلط، إنه في شعب عم يباد، شو طبيعة الضامن معه يعني شو أي حق أي إنسان؟ فكيف ردة الفعل؟ ولغى اجتماع وزير خارجية إسرائيل معه، وذاك السفير كمان هجم عليه وطالبه بالاستقالة. فبس كمان بيّن أنه 120 دولة بالجمعية العمومية وقفوا مع فلسطين، بس أمريكا مع 14 دولة. نعم. ودول صغيرة في النمسا وإنجلترا وقفوا معها، دول كبيرة بس كله. نعم. دول صغيرة يعني يعني حتى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
من أجل يعني وقف النار وهدنة، يعني كمان إسرائيل نسفته، يعني قديش هالحرب حاليا يعني نسفت إسرائيل من خلال كل شيء فيه معاهدات واتفاقات تتعلق بحقوق الإنسان، حقوق الأطفال، حقوق يعني خذي لنا احنا بالجنوب قديش 22 سنة احتلال. طيب لو ما يكون في مقاومة هي ظهرت بالقرارات الدولية، ظهرت تحت أجبرت بال 2006 نعم. كانوا عاملين 3 أيام بس حلوتس أنه قايل لهم بالطيران بيتم تصفية المقاومة 3 أيام، وأنا كنت أحكي يومها بالإعلام عن فضيحة إنسانية عن المنظمات الدولية، تركوا لبنان لأنه معتبرين بثلاث أيام بتخلص وبيرجعوا حلوتس نعم. أنه يعني خلاص راح هنيهم، بس بلش ضرب الطيران طلعوا مش عامل شيء ابدا، و33 يوم بالاخر هن طلبوا بالاخر يوقفوا اطلاق النار لانه ليش؟ لانه كان في مواجهه. مشان هيك انا بقول يجب اول شيء ان نكون اقوياء، اول شيء يجب ان نكون لكي يعني يستطيع الانسان الصمود على كل الصعود يعني. على كل الصعود على كل الصعود ما في هذه يعني للاسف يعني امريكا عندها 800 قاعده عسكريه بالعالم، الواحد يعني فيكم قوي والشعب الفلسطيني قوي وجبار كما ذكرنا، انما امام جيوش يعني اقوى جيوش العالم، اقوى الاسلحه، الدول الغربيه كلها معهم. قد بعد ليش قبل ما فيتنام؟ شو فيتنام كانت امريكا هونيك بس اليوم الامر مختلف بالنسبه للتطور، تطور الاسلحه اليوم في كثير تطور. شوف ليك اول شيء يعني مطلوب الاراده والخطه ومن ينفذ الخطة، فهذا صار موجود عندنا يعني، وفي كمان حلفة يعني مش كمان في شطارة، مش إنه الواحد هو بيشتغل لحاله، كمان عم يتركب محاور يعني. مش هلا مثلا أول مرة منشوف روسيا والصين بيوقفوا مواقف أكثر تضامنية نعم. مع قضية فلسطين و طبعا يعني هذا الشيء كمان مصالح بسبب مصالح بس يعني مواقف مواقفهم المعادلة مصالح نعم. كلها مصالح، بس إنه عال نحن عم في ذكاء كيف انت يكون لك ناس يدعموك، لانه هني استنجدوا بالاساطيل الامريكيه نعم. اجت لهون وجابوا كميات اسلحه وطيران وشيء رهيب يعني اللي جابوه. يعني لا تخجل اسرائيل من هيدي الصوره اللي ظهرت وكانها عاجزه وركضت تستنجد، يعني مثل الطفل الصغير اللي ركض يستنجد بامه وبيبيه. بتعرف هذا الصوره اللي متنعطى نعم. مثل ما في واحد عنده ولد رباه وصار عمره 75 سنة واعتبروا الوكيل له هو لمصالحه وتأمين مصالحه، إلا واكتشف أنه ولا طرح ولا أمره شيء، لأنه لما تشوفي ردة فعل المسؤولين الغربيين شيء مذهل بإرسال كيف تخلوا عن كل الأفكار اللي بيدعوا أنه هن بيمثلوها إلى علاقة بالحقوق نعم. واحترام الشعوب وضد التعدي نصف كل شيء على المدنيين نعم. والأطفال والمسنين والمستشفيات كلهم أبدا ما في غير أنه في بدن هني إسرائيل بس يعني، وهذا الشيء معيب ومشين بالفعل. ومشان هيك أنا أقول يعني كشفوا هذه الحرب بس هلأ بلشوا كشفتهم جميعا في المواجهة، لأنه كمان هني مفكرين كانوا أنه نزهة بتكون الفوتي على غزة ما منه مبين مش عارفين شو نطروا، ففي يعني مش هيك. وبنفس الوقت عمالي بدأ حتى بالدول هاي الغربية يشوفوا انه لا في شعب عم يباج، وبلشوا يطلعوا مواقف يعني صرنا نسمع انه يحكوا كمان عن حقوق الفلسطينيين وعن الميدانيين وحماية المستشفيات. يعني عمل لي امبارح بمجلس الأمن لهم ممثلين تبع المنظمات الإنسانية، هن بشر هو بشر عم يشوفوا كيف عم يقتلوا الأطفال، يعني ما في عبروا عن مشاعرهم يعني بال اتجاه الجريمة اليومية اللي عم تتم بحق الأطفال وبحق النساء وبحق المسنين وبحق المدنيين وبحق المؤسسات المستشفيات والمساجد والكنائس والأماكن التموين وكل والمدارس كلها عم يدمروها والإنروا. هيدا الشيء أنا برأيي بدأ يتكون هلأ حتى عالميا بعد شوي رأي عام بأمريكا. عندك 50 نايب الحزب الديمقراطي إنه ما بيصير ما تأمنوا المواد الغذائية للسكان بغزة ولازم توقفوا، ولا في ناس بيحكوا هدنة، في ناس بيحكوا وقف اطلاق نار، ولا كل واحد بيطرح شعار يعني بس انه ما بيصير. وفي مظاهرات اللي عم تصير ويهود اعداد كبيرة بامريكا عم تتظاهر، انتوا ما بتحكوا باسمنا وهذا الشيء اللي عم تعملوه ما صحيح فيه. يعني في جزء عم بفكر بهالطريقة جو كويس يعني بالموجود.
وهذا يعني نامل ان ينعكس ايجابا على يعني الفلسطينيين في غزه. بيقولوا الحريه لها ثمن. نعم. ونحن يعني هذا خياراتنا من كل فتره بده يكون في يعني هيدا الثمن اللي بده يدفع يعني من بس ان شاء الله هلا بدايه الشعوب العربيه بدايه تاريخ جديد ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور كامل في خوف كمان يعني هون بلبنان يعني تجد في قلق كثير كبير يعني اعتداءات إسرائيلية مستمرة، لبنان أصلا بحالة وضع يعني حالة انهيار اقتصادي ومالي، وماذا بحالة كمان اندلعت حرب إسرائيلية على لبنان طالما يعني إسرائيل مستمرة بهذا الاستفزاز يعني يعني حزب الله يقوم بعمليات محدودة إنما إسرائيل تقوم بقصف يعني لعدد من البلدات وتتخطى يعني كمان قواعد الاشتباك. دكتور كامل تخشى من توسع هذه الحرب وشمول لبنان؟ شوفي واضح إنه يعني بالنسبة للبنان ما في رغبة بتوسيع الصراع. نعم. لأنه معروف ظروف لبنان قديش صعبة. نحن عندنا 82% تحت خط الفقر. صحيح. ومؤسسات القطاع العام كلها بحالة يعني شبه شلل، الأوضاع المعيشية والكهرباء والماء وأزمات قد ما بدك، يعني نعاني من كل أنواع الأزمات. ففي يعني إجماع بكل الأماكن إنه إذا فينا هل نتجنب الانفجار الكبير مثل ما صار بال 2006 وعم يصير فيه مشاغلة، هاي المشاغلة مخلي تقريبا نص الجيش الإسرائيلي يكون على الجبهة هوني وصار في إخلاء للمستوطنين وعم يصير فيه عملية كانت بالأول بحدود 5 كيلومتر بالاتجاهين هلا عم تتوسع شوي، يعني صار واضح امبارح مثلا كان عم تتوسع شوي. معروف إنه نتنياهو عنده رغبة يوسع حتى مثل ما قلنا يعني يلاقي شيء يبرر فيه اللي صار، بس ما هو على حركة حماس وعلى قطاع غزة اللي هو ذكرت يعني هيدي البقعة يعني ما قدر لكمان يعني قادر يوسع جبهات في رغبة. هلا هيدي بالحروب عادة كل الناس بتعرف كيف بتبلش بس ليه اللي بيعرفوا وين بتكفي يعني وين بتنتهي ما بتعرف، خصوصي يعني اذا طال امد الحرب على غزه. بس انه يعني كل التوقعات يعني انه بلبنان بتضل الامور محصوره بهال، ولكن نحن وانا هون بحكي كمؤسسات انسانيه دائما انت بتتصوري الأسوأ بتعملي خطه للأسوأ يعني، لذلك يعني صار في خطه على صعيد الحكومه اللبنانيه. نعم. خطه طوارئ وضعوا لها يعني عناوين وارقام. حضرتك عم تشارك بهي الخطط وعم تشوف. نعم. الوزراء ايضا كمؤسسه عامل. ايه نحن اول شيء عامل بتعرفي عامل هي مؤسسه طوارئ انشئت. نعم. بعد الغزو الاسرائيلي سنه 78 كان لمواجهه نتائجه. نعم. فشغلنا بالطوارئ نحن يعني اول شيء خبراء طوارئ. عندكم يعني خبره بهذا المجال. من 55 سنه. فعندنا خبره كبيره بدغري عملنا بعامل اللي فيها 1500 متفرغ، 30 مركز، 6 عيادات نقالة، مدرستين جوالية، سيارة الأطفال، الشوارع موجودة بكل المناطق. دغري عمل خطة وعملنا أخذنا بالتعاون مع وزارة الصحة عادة مراكز الرعاية الصحية الأولية ما فيها مراكز إسعاف، أخذنا يعني إذن إنه نعملها كلها مراكز إسعاف فيها تقطيب وكل وسائل الإسعاف والحمالات، وعملنا تدريب لكل الكوادر عندنا وعند غيرنا، ووزارة الصحة كمان أشرفت على هاي العملية وأنا مسؤول تجمع الهيئات الأهلية اللي بضم كبريات الجمعيات بلبنان، كاريتاس، مجلس كنايس، المقاصد، رأس الحرير، الهيئة الصحية الأسلامية، كل النجي الشعبية، كل الجمع يعني كل البلد يعني ومية فرح وال يعني كل الجمعيات الكبيرة. نعم. بالبلد نشتغل مع بعض و يعني عم تعيد الخطط كلها بحال توسعت الحرب لا سمح الله. لقاء مع وزير الصحة كمان وضعوا هني خطة ونحن مشاركين فيها من البداية مع المنظمات الدولية. يعني أساسا القطاع الصحي في لبنان يأن يعني لا يعني في مشاكل يعني في مشاكل كبيرة عندك المستشفيات بنصف طاقتها عم تشتغل وإمكانياتها مش سهلة، والضمان عنده موضوع الموازنات، وزارة الصحة نفس الشيء يعني مذكرة مثلا بالماضي بس يصير في أي عدوان على لبنان نقول كل الجرحى على حساب وزارة الصحة، هاي المرة ما سمعناها صحيح هاي الكلمة. نعم يعني نعم لأنه ما في إمكانات عند وزارة الصحة، موازناتها كانت 365 مليون دولار هلا موازناتها 20 مليون دولار بسبب الانهيار العملة الانهيار المالي اللبنانية. نعم. وكان بالشهر
نشتري أدوية ب 150 مليون دولار، هلا ب 15 و 20 مليون دولار بالشهر يعني. ففي تراجع للمستشفيات، تقريبا إمكانيات اليومية العمل نزلت لحوالي 50%، وعندك حوالي 30% من الأطباء تركوا و 40% من المرضى تركوا. في ظرف صعب يعني موجود بالبلد، يعني قدرات الدولة على وضع، صحيح أنه وضعه موازني هلأ وزارة المالية، بس يعني بشكل أساسي في توجه المنظمات الدولية وتكلف يعني وزراء، يعني رح يكون في شغل المنظمات الدولية بدعمه الوقوف إلى جانب لبنان بحال يعني توسعت الحالة. وفي عندك كمان فوق 1.5 مليون نازح سوري، وعندك فوق 200,000 فلسطيني، وعندك عاملات المنازل، يعني في أعباء كتير كبيرة. وفي قصة الاحتياط بالنسبة للفيول والكهرباء، نعم، بلبنان مشكلة المشاكل. في هلا بعد الظهر عنا اجتماع تجمع مع وزير الشؤون الاجتماعية، وعملنا الجمعة الماضية مع وزير الصحة، وحنشوف وزير البيئة اللي مكلف هو بالتنسيق يعني كليتنا كيف نتعاون. شفت أنا ومنسق الشؤون الإنسانية مثل الأمين العام للشؤون الإنسانية مسيو رضا عمران كيف كلنا نتعاون مع بعض، لأنه بهيك حالة لازم الكل يكون في خطة وطنية مشارك فيها بإشراف الوزارات، ونعمل بمكتب رئيس الحكومة لجنة مع هيئة إدارة الكوارث، نعم، عم تشتغل. هلأ السؤال قديش هالخطة ممكن تتنفذ يعني، أنه قديش في إمكانات لموازنات مرصودة، ولا نوضع أنه في إيواء 200,000 شخص، موازنات داخلية يمكن أمر كتير صعب بدل دعم خارجي، مواد غذائية لمليون شخص. هلأ بال 2006 الحقيقه كان في شيء رائع دائما بحكي عنه، انا بفتش، انا عامل عندنا شعار التفكير الايجابي والتفاؤل المستمر، مش طلع اللي بيجمع يعني، نضل ننتقد ونحكي عن المشاكل. مثل ما قلت المنظمات الانسانيه بال 2006 تركوا لبنان على اساس انه بتخلص الشغل. بس بال 2006 دكتور كامل كان في الدول العربيه يعني، لا قبل 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 الناس استقبلوا، بيروت استقبلت 600,000، صحيح، بالجبل والشوف 150,000، صحيح، بكسروان والشمال 200,000، بصيدا 150,000، بسوريا استقبلوا 206,000. يعني في تضامن عند الناس هلا بسبب الظروف. الناس مش بس الظروف، هيك في وجود كتير كبير للسوريين، هن يعني اليوم هن شغلوا كل هالاماكن الشاغره، كل مزبوط يعني صحيح. هي موجود اليوم حاليا فيها سوريين كل هالاماكن يعني، في يعني الوضع منه. ولذلك يعني نحن هلا يعني قبل ما اجي لهون انا كنت عم شف الخطه اللي انوضعت وشو التطوير عليها، انه كيف مش بس تكون خطه للطوارئ، تكون يعني فرصه لنواجه حتى المشاكل اللي موجوده من قبل، الازمه المعيشيه والضائقه الموجوده بلبنان، وكيف كمان اعاده يعني تسيير عمل المؤسسات بدايه بانتخاب رئيس جمهوريه، وكان في حكومه ومؤسسات القطاع العام ترجع تشتغل، لأنه يعني ما في شك إذا بدك. وأنا يعني عامل بشتغل يعني وضع لا نحسد عليه أبدا، بهموم الناس اليومية، الوضع الناس كتير صعب، كتير 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 صعب يعني. صار كل واحد أي من مكان مع أنه عنده معاناة يومية بصرف النظر شو وضعه المعيشي، لأنه كله نزل مستواه على يعني كل المستويات، وهذا كمان بلبنان يعني ظلم للناس. وهلأ إذا صار عملية تهجير ودمار وشو اسمه يعني بوقت يعني نحن صرنا بحالة مثل ما بقول قلت لك طرفة بيقولوها، إنه شو قمة التفاؤل؟ الجواب إنه المال يشوفك بكرة يعني. أنا صحيح، هاي قمة التفاؤل عند اللبناني، عم بعيش يومه بيومه. أيوة. شكرا لك دكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عمل، يعطيكم ألف عافية على كل جهودكم يعني لمواجهة أي تطور في حال حصل لا سمح الله أي شيء على لبنان. شكرا لك، وإن شاء الله بالحلقات المقبلة بتكون الأوضاع أحلى وبتكون متفائلين فعلا إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم أيضا المشاهدين، استراحة قليلة ونعود معكم.